السلام عليكم. السلام عليكم. An awkward game, awkward, different game, because of the tactics from the opponent. Okay, continue. A very dangerous team that we played against, very dangerous on counter attack. كان ماتش صعب عشان الفرقه بتلعب قدامنا بتلعب خطيره في يعني في الدفاع وبتعمل مرتدات خطر فكان ماتش ما كانش ماتش سهل. We analyzed them and we saw that even last time when they played early they played more on counter attack and they've got quick players to go out. ده حللنا ده واتفرجنا عليه خاصه في ماتشهم الذهاب مع النادي الاهلي عندهم لعيبه سريعه وبيروحوا بسرعه بالمرتدات. And that is their strength. ودي نقطة قوة عندهم نقطة القوة بتاعتهم. We played well. لعبنا كويس. لعبنا مش كويس مش ممتاز مش كويس جدا بس لعبنا كويس. We controlled the game all the time. مسكنا الكورة وتحكمنا في اللعب في مسيرة المباراة طول الوقت. In the first half we did not create many opportunities. ما خلقناش فرص كتيرة في الشوط الأولاني. But we were in control of the game. بس تحكمنا في اللعب. And in the second half we had a chance to score. الشوط الثاني جت لنا فرصة تسجيل. But we did not finish the big chance. بس للأسف ما خلصناهاش وكانت فرصة كويسة كان ممكن تسجل منها. Yeah, so that was it. But we know that I know that there's a lot of work that I have to do. عارفين وانا عارف ان المفروض في شغل كتير المفروض يتعمل لسه. Especially on my defense. خاصة في الناحية الدفاعية بتاعت الفرقة. And also on my two wingers. وسواء الوينجين على الطرفين. Arshad and كهربا. شحات وكهربا. But I'm happy with كهربا because he hasn't played for long. أنا لعبت كهربا لأنه كان بيلعب الطويل. And I could see that he lose the energy. وبالنسبة له أنا حاسس إن هو بقى له فترة بعيد عن اللعب وفقد الطاقة ما كانش قادر عشان كده غيره. Yeah, but Afsha was very important player for us. لكن أفشا كان لعيب مهم جدا بالنسبة للفريق. نفس الموضوع بالنسبة لسوليا. And Fatih in the midfield. حمدي فتحي. وحمدي فتحي كمان. Yeah, but we played well. لكن لعبنا كويس. Even though we played a right-footed player, we played him on the left back, which is Ahmed Fatih. حتى أحمد فتحي بيلعب اليمين حطيناه back left. But he's experienced. بس بخبرته. Yeah, I'm just لعب كويس. I'm just a little bit worried with Ashraf. كنت قلقان شوية أيمن أشرف. Because he twisted the ankle. لأن أنكل رجله لف. And you know our situation with the center back. We're in كنت عارفين الموقف اللي احنا فيه طبعا ما فيش قلب دفاع ما عندناش سرد باك. Thank you very much. But yeah, important player, goalkeeper. وجون مهم عندنا حارس المرمى الجون بتاعنا لعيب مهم بالنسبه للفرقه yeah, كابتن الشناوي I hope we don't have a problem because we losing players and اتصاب وخرج اتمنى يا رب ما يكونش اصابه خطيره احنا بنفقد عمالين نفقد لعيبه but I'm happy with the game we control the game بس انا مبسوط بشكل عام على المباراه واحد تحكمنا في مسيره اللعب في سير المباراه well. وخلصنا الماتش كويس نهيناه كويس but in the second half the first 10 15 minutes we dropped في الشوط الثاني اول 10 دقائق او ربع ساعه الاداء نزل شويه yeah but my first game so لا اول مباراه ليا فمعلش yeah. شكرا الصوت مش احنا شفنا توظيف الاجنحه في عمق الملعب ذا وينجز يبقى ليهم حريه في الهجوم فهل ده يعني هيساعدوا بدنيا ان اللعيبه هتساعده بدنيا على الوظائف اللي هو بيديها اللعيبه يجيب ذا وينجز تو اند اوت اند تو باكس رايت باك اند ديفنس تو وينجز موف ا لوت اند ذا رايت باك جو اند ذا كونديشن فيزيكال كونديشن فور ذا بلاير تو بي جود تو هيلب يو تو ابلاي يور ثينكينج our wingers yeah. Yeah, we need to work a little bit harder on the condition of the player. طب المفروض نشتغل على الحته البدنيه بتاعت اللعيبه عزوف اللاعبين المفروض نشتغل عليهم اكتر. كهربا because he was injured.
طبعا كهربا كان مصاب رجع من الاصابه الشوط مش شغال. I don't know the history of Al-Shahat. انا مش عارف الشحات ايه بالظبط يعني but, قبل كده كان ايه. We need a little bit of work. I need the tempo a little bit higher up. حاجه كده حته بدنيه بيحتاج طبعا يزود الايقاع شويه يشتغل عليهم شويه الحته البدنيه. But I will find out why they are not in good condition. هشوف الاول ليه يعني ليه اللعيبه المستوى البدني نازل ليه نازلين بدنيا. At this point in time they should be in good condition. I mean الفتره دي المفروض يكونوا كويسين. الدوري خلص المفروض يكون لعبوا ماتشات كتيره وظروفهم يعني البدنيه كويسه حياتهم البدنيه كويسه فانا هشوف انا هرجع اشوف الحته البدنيه بتاعتهم ليه يعني هو مش راضي على الـ على الـ على ادائهم محتاج يزودهم شويه. اوكي فهمت. سامح فواز اخبار اليوم اخبار رياضه. First, we congratulate Mr. Mosimani for the great match of today, and we wish you luck for Ali. My question for you, please tell us about the, what happened with Shinawi, and if the, he had a big problem, and what if his pain or his problem got too much through the African matches, what will be your plans? Thank you. Okay, you answered already for the first part, but second part, if you have injured, what is it? Yeah, we have to see with the doctors to do the scan and see how big the damage is. نشوف مع الدكتور هيعمل أشعة ويشوف الإصابة إيش شكلها إيه. And we cross our fingers. نتمنى that is not a big injury because we can't afford more injuries. مش هنقدر نتحمل إصابات أكتر من كده في لعيبة غريبة عندنا. We have too many players out there. عندنا لعيبة كتير غريبين بسبب الإصابات. We have a little bit of a hospital in here. But we will get there. Yeah, and if he's injured, with the second plan B, if he's not absent, he'll be absent for the game. We have to make sure that we manage the team. Because you can't risk Al-Shahan. You got to have him ready. هنحاول نجهزه لان طبعا ما ينفعش ناخد المخاطره بغيابه. اشرف تويستد الانكل يعني دلوقتي احنا شايفين دلوقتي ايمن اشرف لفت الانكل رجله لفت لو اتصاب لا قدر الله ما فيش سرد باك تاني خلاص اللعيبه كلهم مصابين. I have to manage and we'll see maybe bring a midfielder to play center back and it won't look good but we have to manage until we arrive in the in Casablanca. And for the Shinawi, if he'll be absent, what is the plan? Well, if you could not finish the match, obviously you can't play in 3 days' time. Eh? I'm not a doctor, but we'll hear from the doctor. But I don't think so. هو بيقول لك بالنسبة للغيابات بيقول لك بالنسبة للسرد باك لو قدر الله حصل إصابة أو حاجة هيضطر ياخد مثلا هيحاول دور على حلول هيحاول ندي المشكلة نحلها ممكن نحط حد مثلا لاعب ارتكاز من وسط الملعب نرجعه ممكن يبقى سرد باك أو حاجة. بالنسبة للشناوي بيقولوا يعني خرج والماتش هو مش على رجله يعني فإن شاء الله خلال 3 أيام ممكن يتعافى ويرجع يلعب تاني إن شاء الله. يتفاعل متفائل يعني. محمد أرالي مسلمة. اتفضل. طبعا نرحب بالمستمعين طبعا في اول فيرست جيم للتيم دي طبعا برحب بيهم وبتمنى لهم التوفيق. انا بس عايز اسال سؤالين الاول نفسي طبعا بعيدا عن الكوره احساسه ايه طبعا في اول تدريب مباراه في مصر وهو بيقود النادي الاهلي والنادي الاهلي هو المدرب الافريقي يقود النادي الاهلي احساسه النفسي. والسؤال الثاني هل وقف على تشكيل اللي هيواجه بيه الوداد وعارف ان مصر هتشارك بيها لو باذن الله ما حصلش اي اصابات في الفريق الفتره الجايه؟ It's an opportunity for me to be appointed the first African coach for Ali. فرصة طبعا فرصة كبيرة لي ان اكون اول افريقي مار النادي الاهلي اول مدرب. It's a big honor from Captain Bibo to put me here. شرف كبير كابتن بيبو يعني ادوني ان اكون موجود هنا واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي. And it's a big honor. It's a big club. وشرف كبير وده نادي كبير بدربه. Club of the century my friend. نادي القرن يا صديقي. And we respect. وباحترم طبعا نحترم النادي كل احترام. And you have this, I mean about the squad we play against Wydad? The squad we play against Wydad, you can't make the decision now because we have two more games before that. ما فيش نحدد دلوقتي التشكيل اللي هنلعب بيه لان لسه فاضل ماتشين ممكن حاجات تتغير فيها. But the two games, is it league games? No, it's not cup. League games, no, league games. We have to make a decision. I'll speak to my technical team, I'll speak to Sammy and see if
do we want to risk the players on the next two games on the league that we already won? But I think the most important thing is to win the Africa Cup of Champions League. بقول لها فاضل ماتشين لسه بيسالني الدوري ولا كاس. قلت له الدوري. So we have to manage the team. Of course the badge is important because it's Ali, you can't just play anybody. But you have to also think about the most important game. So if we have a lot of injuries and I don't have anybody to come in, so we have to have a makeshift, you know, a not the normal team, but we have to adjust, and it won't look good. And obviously, I hope that it doesn't drop too much. But what's important for me and what's important for Ali is to win a Champions League. So sometimes when you do that and the standard drops and it's not good for the team, but we need to say, what is the priority? What is more important for Ali? But I think Ali can win the cup. Ali can win the Champions League. And if we win those two at the back, I think that's what you want. Eh? That's what everybody wants. You know, and nobody will care too much what happened in between if you deliver the two trophies. So we need to be balanced and do the things cleverly. We should not play with the emotion. بص هو حضرتك سالته بتقول له انا وصلت للشكل اللي هتلعب بيه او التشكيل اللي هتلعب بيه، بيقول لك لسه فاضل مباراتين. سال لي في الدوري في الكاس، قلت له في الدوري. فبيقول الماتشين دول انا هتكلم مع الجهاز الفني بتاعي ومع كابتن سامي قمصان عشان نشوف فكره ان احنا ممكن نريح بعض اللاعبين الاساسيين، لان احنا ما عندناش لعيبه يعني اللعيبه ديت الموجوده لو اتصاب منها حد هتبقى مشكله بالنسبه لنا. بس احنا لازم شعار النادي دي حاجه كبيره، ما ينفعش نلعب مثلا ونطلع بنتيجه مش كويسه ما تلقش باسم النادي. بس احنا اوريدي خدنا الدوري خلاص، حققنا اللقب، فممكن نعمل الموضوع توازن. يعني ممكن ما تبقاش الفرقه اساسيه، ممكن نطعموا بعض لعيبه من بره، ممكن نريح لعيبه اساس نعمل تطلع بشكل كويس، لان في الاخر المهم هو بطوله افريقيا اللي احنا بنشتغل عليها. بيقول انا اعتقد الفريق ده سهل جدا يكسب كاس مصر، اوريدي خدنا الدوري المصري، هو ممكن عنده حظوظ كبيره نكسب كاس افريقيا. فالفتره دي هيحاول يلعب الفرقه بس باراحه بعض العناصر علشان ما ياخدش مخاطره بالشكل، ما ياثرش على اداء الفريق، لان فريق النادي الاهلي ما ينفعش يظهر بشكل ما يليقش بشعار النادي. شفنا عصبيه ونرفزه كتير بخصوص كهرباء. هل كان في تعليمات محدده لكهرباء ما تمش تنفيذها في الملعب؟ عصبيه من هو؟ لا يعني مش عصبيه، كان في تعليمات كتير منه. لحقتوا شفنا عصبيه، عصبيه من هو ولا بالكهرباء؟ Who was nervous? I was nervous. قول انا اتعصبت. السؤال بقى عشان ما اسمعوش، سمعنا شفناك متعصب شويه على الخط مع الكهرباء. كهرباء played good. He just doesn't have the energy, the right energy levels because he hasn't been playing football for a long time. But it's good. I'm pushing him. I want the best out of him. He's a good player. I'm just pushing him. هو بيقول هو سؤال حياتك، شفناك متعصب على الخط مع كهربا، يا ترى كان في بعض التعليمات الفنيه هو ما نفذهاش؟ فهو بيرد عليك كهربا لاعب كويس، انا ما كانش متعصب، هو كان بيحاول يكلمه ويشجعه، هو بقى له فتره غايب فما كانش عنده الطاقه الكافيه انه يقدر يلعب بيها يتحرك جامد، فهو كان بيشجعه يعني بيحمسه، لكن ما كانش متعصب ضده ولا حاجه، هو لاعب كويس المباراه. اوكي. كريم محمود موقع اهلي مصر. كريم محمود اتفضل. اتفضل. هل المباريات المباتيه في الدوري كافيه لتوصيل فكره الفني لمباراه الهلال؟ Yeah, I don't know. We will see, but we will use the games left for me to build the condition for people like Karaba and to see the other players how they contribute also into the game. So
it will help me also to have an understanding of the team. So I'm only 2 days here. هو بيقول لك هتاخد الماتشين وسؤال حياتك يا ترى الماتشين الفاضلين في الدوري قبل ماتش الوداد كافيين انك تقدر توصل فكرك او شغلك الخططي للفريق وتجهزه. فبيقول لك هو فاضل ماتشين انا حاول استخدم الماتشين دول او استغلهم عشان ازود بعض الظروف مثلا البدنيه زي كهربا او اللعيبه التانيين اشوف ازاي ممكن يساهموا فنيا مع الفريق ايه ممكن مساهمتهم. بيقول هو فاضل الماتشين ولسه جاي يعني وده المتاح يعني. اوكي خلاص اتفضل احمد عصام. First, congratulations to be here, and we are glad to have you here in Ali. Shukran. We knew yesterday you have a long meeting with the players. We need to know what's the main taking points in that meeting. Thank you. Which meeting? With the players, before the training yesterday. Oh, okay. Yeah, well, I'm only 2 days. You mean business? So I'm trying to put everything quick into it. My philosophy, and not only about the play about the game, also about I need them to understand the way I want them to play. But football is not only the physical side or the technical side. Football is also the mental and understanding how we do things, and I'm getting information of how they were doing things before. And I'm leaving the good things where I think I need to change. I'm slowly bringing that. And I need to hear them. I need to know what they think and how they feel. So I'm just in the process of listening, understanding before I can do anything. I'm just listening now. I'm listening to the players. I'm listening to Samir. I'm listening to Sammy. They're important for me. I'm listening to the doctors because why we have so many injuries? What happened? What happened? Something might have happened wrong. Eh? We can't have so many injuries. You know, did we manage the injuries very well? And I respect the previous coach. I mean, he's a big coach. I respect, but I need to make sure that we arrive in Casa in good shape. And the return leg, we should try and finish. بس هو السؤال بتاع حياتك الاجتماع كان في اجتماع مطول امبارح مع اللاعبين ايه اهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها. فبيقول لك انا لسه جاي بقى لي يومين مفيش وقت طبعا ازود لهم خطه او احط لهم خطه افهمهم هتعملوا ايه الوقت ضيق. انا كره القدم مش بس حته بدنيه وحته فنيه في حته ذهنيه انا حبيت بحاول قدر الامكان اظبط الحاجات اللي ممكن اظبطها في الوقت الحالي يعني في حاجات متغيره اقدر اعملها. انا بسمع بحاول اسمع واشوف بعيني وباخد راي بعض المحيطين عشان ابقى عارف الدنيا شكلها ايه وباخد راي بعض المحيطين والموجود مع الفريق قبل كده زي كابتن سامي قمصان وبتكلم مع الدكتور عشان اعرف ايه سبب الاصابات. مش طبيعي الاصابات بتطول بالطريقه دي. وكان في مدرب قبل مني كان بيشتغل كطريقه مختلفه بشوف طريقته ازاي مع كامل احترامي ليه مدرب كبير. بس انا حاول قدر الامكان ان اطلع انفذ الحاجات اللي اقدر اعملها في الوقت الضيق ده عشان ما نوصل لكازابلانكا نوصل واحنا نقدر نحقق يعني نروح بافضل شكل افضل شيء واحنا رايحين هناك ونحقق افضل نتيجه عشان ما نرجع نقدر نكسب او شال يعني في مجموعه الماتشين ونتاهل للدور النهائي. I did not focus a lot on him. I need to focus on Ali. My main important point is to focus on Ali. Now that I know about him, I will watch the game again and I can start focusing on him. I was too much worried about the team today. So I can't give an opinion now about the player. I will give the opinion later about the player. Okay, but I'm just saying we must just come down a little bit. I'm only 2 days here, so please give me some time. Let me. I have a ward of hospital. I have a ward here. You know what's a ward? A hospital ward. Yes. that I find here, so I need top doctors.
to bring the players quickly. I don't know if it's possible. طب حضرتك تساله وتقول له طاهر محمد طاهر اللي كان بيلعب في نادي المقاولين اللي لعب النهارده يا ترى انت تابعته ايه رايك الفني فيه خاصه ان هو مضى ووقع على النادي الاهلي ويلعب الموسم الجاي بيرد بيقول لك لا انا كنت مركز مع فرقتي ما كانش عندي وقت ان ابص عليه بس دلوقتي لا كنت قلقان اول مباراه ليا بس انا كده بعد يعني بعد الماتش ما خلص ممكن اتفرج عليه بهدوء واشوف مستواه عندي تقييم فني ليه بيقول انا عندي حاجات مهتم بيها الفرقه كنت قلقان اول ماتش ليا مع الفريق فكنت حابب ان يطلع بشكل كويس كنت قلقان وانا عندي هم تاني جوه عندي مستشفى جوه عندي مصابين محتاج فريق كبير من الدكاتره عشان يعالج اللعيبه المصابه عندي so انا شغال تفكيره اكتر من I need to see what I do when Al-Shawani is not there the goalkeeper came in what's his name Ali came in and I need to a solution for Ashraf and I don't have a center back so I must try and get somebody to play there so yeah so pray for me وبالنسبه للسيرد باك ايمن اشرف اللي اتحمى على نفسه كمل ماتش وهو مصاب هيبقى مصاب ولا هيجيب لعيب تاني يلعب في المركز ده فلعنده حاجات هي شغله صلوا له ادعوا له ربنا يوفقه ان شاء الله دونت لوز انذر وان ان شاء الله مش هيحصل لعيب تاني لو ما امشي يفضل